المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وعيد. العيد فرحة، ولكنه هذا العام فرحة منقوصة. فغاب العناق، وغابت المصافحة، وغابت الزيارات، وحل مكانها التباعد الاجتماعي. نسأل الله العافية والمعافاة للجميع. هنا في القضارف البعض تحدى الملل واستعاض عن المباعدة بفرحة العيد. ها هي القضارف قد اكتست خضرة وتساقط مطرها غزيرا، وكأنها تغسل الأحزان استقبالا للعيد. فالعيد هذا العام عاد بلا زهور، صمت لا يأتيك إذ ناديت حتى الصدى. فالناس قد حبستهم منازلهم، فأوصدوا الأقفال وبدوا للشح أقرب في أيام اختصها الله بالفضل والسعة. وحتى من تحدى الملل خرج إلى الشارع وهو ملتزم بمسافة التباعد، فالأذهان لا يشغلها شيء سوى الكورونا. والله العيد طبعا مختلف يعني من غير كل الأعياد، ونتمنى أنه العيد الجاي يكون جميل وأجمل، وده ظروف يعني الناس تصبر عليها وتتقبلها، وربنا يرفع إن شاء الله الوباء ده مننا. يعني مجموعة من الصبية تحرقهم البراءة وفرحة العيد المتجذرة، خرجوا إلى الشوارع وطرقوا الأبواب، ولكن ما من مجيب، فكانت عبارة هذا الصغير مجسدة للواقع. العيد فوقه ويخة وما فوقه سلام، وكده ما فوقه صلاة. الناس تكون مغفلة بيتهم ويجدع البلح بفوق ما بخلوك تجي تخش. العيد والله مسيخ، الدورة دي لا فيه هدوم سمحة لا فيه خبيث. وحتى الكبار لم يجدوا من فرحة العيد شيء، فالسلام ممنوع والعناق محظور والزيارة إثم. الأعياد بتاعت السنين الفاتت ما زي السنين دي. السنين الفاتت الواحد يسلم على أخوه ويعيد عليه ويمشي لأخوانه وجماعته وحبانه، لكن الزمن ده الواحد يصبر عشان الكورونا أجات في البلد وما خلت يعني حتى الجار البعيد شوية ما بيقدر يمشي له، عشان الواحد يصبر ويقول الحمد لله اللي يرفع البلاء والغلا. كان هذا حال الشوارع، أما البيوت فيكفيك عن حالها عنوان أبرز: أبواب مغلقة وساحات فارقة. وقفنا أمام الباب نستأذن بالدخول، لم نجد من بهجة العيد إلا حرارة الترحاب وإن كانت من على البعد. خلت ساحة الدار من حركة الناس وعبارات التهاني بالعيد. السكون هنا سيد الموقف، تجمعوا هنا يحاولون رسم لوحة العيد والتغلب على رطابة المظهر بكيمياء المخبر التي لا تقبل غير معادلة السعادة. هذا العيد عيد غريب وعجيب وجديد علينا في كل الأشياء. الشوارع فاضية، البيوت مغلقة، المساجد مغلقة، والأكف مغلقة دون المصافحة، وذلك لأمر قد قدر من الله سبحانه وتعالى. هو قدر لنا أن 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 نصادف هذا العيد بكل هذه اللوعات وبكل هذه الأحزان، ولا بد لنا أن نتعامل معها بقدرها. غاب الصواني الخبيذ وشيالات الحلوى وأناب عنهم العصير في محاولة للسيطرة على الوضع وفرض الأمر الواقع، فهي فرصة وسانحة لاعتلاء الصدارة. أول حاجة بحيي كل الأهل والجيران بالعيد، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعفوا لينا ما قدرنا نصلكم طبعا نسبة لظروف الكورونا دي. وطبعا أول مرة عيدنا يمر كده من غير ترتيبات ومن غير خبيث كحال النساء يعني، وحتى حياتنا الخاصة يعني ما قدرنا نعملها لأنه نفسيا نحن ما مهيئين لكده. يعني احنا لنا شهرين كده تقريبا عايشين في مود عجيب جدا جدا، بجانب كده بجانب الكورونا وبجانب الشيء الحاصل، الأحزان اللي حصلت، الوفيات، الناس الأحباب الكتار اللي توفوا. فجو غريب في العيد يعني حقيقة ما كسابق الأعياد، يعني حتى الأطفال في البيت ما طالبونا بهدوم عيد يعني. وإن شاء الله ربنا يرفع البلاء وينزل الشفاء بإذن الله تعالى. تحية للأهل والعشيرة جميعا بدون فرز وجيران، وبنقول لهم اعذرونا حسب الظروف ما في تواصل، لكن إن شاء الله نتلاقى في ظروف جميلة جدا إن شاء الله. وحتى الكبار لم ينجحوا في التأقلم مع وضعية هذا العيد،
فافتقدوا زيارة الجيران والحبان وتبادل أطباق الحلوى والخبيز، فأرسلوا معايداتهم السيريا. يعني ده أول عيد يعني مر علينا إنه ما نتعايد ما نصافح، والحمد لله إن شاء الله ربنا يزيل مننا الوباء ويدينا العافية وتعود حياتنا كما كانت. وهكذا يعني عيد جانا بالطريقة دي، كل زول محصور في بيته، ونسأل الله أن ربنا يجلي هذا المقروب من السودان ويعود على الشعب السوداني بكل خير إن شاء الله. شمس وزينب وصلاح لم تغيب ابتسامتهم رغم فقدهم للأصدقاء وبرامج العيد والتنزه وجديد الثياب، فاستعاضوا عن ذلك بدفء الأسرة وحميمية الاجتماع. بحنيكم بمناسبة العيد وكل سنة أنتم طيبين، وبحيي جيراني وأهلي وصحباتي، أقول لهم الظروف حمتنا نتقابل السنة دي، ويا رب العيد ينعاد علينا يا رب الخير والعافية، وربنا يزيح الوباء. ويعني العيد كان المرة دي ما زي الأعياد التانية، يعني ما قدرنا نشتري هدوم العيد، ما عملنا، ما قابلنا صحباتي، فيا رب ينعاد علينا يعني بالصحة والعافية. صح ما قدرنا نصل أي زول من أحبانا، ما قدرنا نتواصل معهم بطريقة أقرب شوية، بس ياهو تلفونات فيه وتواصلنا وكده، وعبركم بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. طبيعي نحن كسودانيين عموما يعني ناس بنحب المرقة وبنحب القعدة، أبسط أشياء إنه بنقعد في الشارع، يعني نحن فقدنا لمة الشباب وفقدنا الطلعات، وخاصة في العيد في الرحلات فقدنا الحياة الجميلة كلها، فتواصلنا كله بقى عبر السوشيال ميديا أو الوسائط القليلة دي، فربنا يعيد علينا يعني بدون وباء ورجع السودان اللي بنعرفه، وعيد يعني صعب جدا جدا. وعلى جانب غير مرئي من لوحة العيد، كان الجيش الأبيض يرابط بمركز العزل خدمة للمرضى، وعلى جانب آخر بدا هؤلاء الأبطال من الأطباء والكوادر الطبية ممن أصابهم الفيروس أثناء أداء واجبهم أكثر تفاؤلا بالعيد وبشفاء غريب وعودة حميدة. أنا دكتور علي عثمان الشريف، طبيب في مركز العزل، من المصابين بداء الكورونا من الكوادر الطبية. إخواننا كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله العيد ينعاد عليكم بالأمن واليمن والبركات، وربنا يمنع بلدنا من الوباء ومن انتشار الوباء. فرسالتي لكم يا إخواننا، الناس تعيد في بيتها، أبقوا في بيتكم، أبقوا في بيتكم، دي الرسالة بنكررها للناس دائما يا إخواننا، أبقوا في بيتكم، عيدوا في بيتكم، الصلاة يا إخواننا صلوا في بيتكم، وإن شاء الله ربنا ينجينا جميعا من شر الوباء. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يرفع الوباء والبلاء عن البلاد وعن الناس كلها، وربنا يحفظ أهالينا وكل أهل الولاية. فمن هنا برسل لكم رسالة يا جماعة، عليكم الله، عليكم الله يا جماعة، الناس تعيد على بعض بالتلفونات وبالسوشيال ميديا والحاجات، فالناس يتحمل شوية العيد ده، أي زول يعيد بالتلفون وكده، على أساس إنه عيد الضحية إن شاء الله الناس كلها تكون معيدة مع بعض، والناس فرحانة والناس تمرق من بيوتها وكده. هذا هو المشهد في القضارف، عيد بلا عنوان، لكن الأمل حاضر بقد يشرق على الناس بصباح العافية ولم الشمل وقس الأحزان. جاء العيد لكنه لم يخشى هذا المكان، فقد غاب شمسه وزبلت رياحينه بفقد الزعيم المؤسس أحمد عركي، ذلك الرجل القامة والقيمة والذي فجعت القضارف عامة والأوساط الإعلامية خاصة برحيله. ها هي صفحة تطوى على صعيد الجسد برحيل مر وفراق عظيم وفقد جلل. رحل الزعيم كما يحلو لأهل القضارف مناداته، تاركا خلفه حزنا عميقا وألما كبيرا، فقد كان أحمد عركي علما من أعلام المدينة وركنا ركينا في حياتها الاجتماعية والثقافية. عركي بطبيعته يعني رجل إنسان، وهذه واحدة يعني الناس يقفوا عندها كثيرا، يعني عركي وسع كل الناس بأخلاقه ما لم يسعهم بماله، فكان نموذج للشخص الذي يتواصل مع كل الناس بمختلف طوائفهم وسحناتهم وأجناسهم وانتماءاتهم السياسية، وليس له انتماء غير القضارف، محب للقضارف حتى النخاع، وهو من اللي كنت ألتقيها أوله إن القضارف تعيش في أعماقها لهبا وبردا، فكان يبتسم كثيرا لهذه العبارة.
فنشأة تلفزيون الولاية المحلي تنسب مع كل التقدير للراحل أحمد عركي، فكرة وتخطيطا وتنفيذ، راعيا لغرسه هذا قرابة 35 عاما من الوفاء والعطاء. المرحلة الثانية التي تميز فيها عركي أيضا هي التصوير بالفيديو، ودي مرحلة كانت مهمة جدا في تاريخ القضارف، لعل الناس يعني يذكرون أن أحمد عركي هو مؤسس تلفزيون القضارف الذي بدأ بمسمى رسالة القضارف من الاستوديو بتاعه. ودي مسألة كانت يعني أدت الناس يعني حاجة بتاعت اندهاش، من استوديو بتاع تصوير فوتوغرافي انتقل صورة وصوت، صورة متحركة وصوت لتلفزيونات القضارف عبر رسالة كانت محدودة في الأول ثم أصبحت شبه يومية. وهذه أدت القضارف يعني بعدا ثقافيا واجتماعيا كبيرا جدا، إذ بدأ يعكس أنشطة المجتمع من خلال هذه الرسالة في البداية، ثم تحولت هذه الرسالة إلى تلفزيون القضارف. أحمد عركي لم يكن شخصا عاديا، فقد كان قيمة إنسانية وظاهرة اجتماعية، رجل أحب الناس بلا مقابل فأحبه حد الحب. أحمد بشر عركي رجل قامة، فما بحسب أنه هو يعني كإنسان أرحل من هذه الدنيا، فالإنسان يرحل ولا يبقى منه شيء، لكن عركي كان هو قيمة، والقيمة بتبقى لن تتزول أبدا. كل قدرهك بتنوح مفجوع عليك رحيلك مر يا قلبي حنين في أمان الله، يا الشايل في جوفك قلبا أبيض ناسع زي الطفل رضيع. سلام عركي محبوب الكل، الهاش الباشا الطبع وديع، ملكت قلوب الناس غصبا حبوك بأدبك أخلاقك كرمك يا عركي بديع. جسد أحمد عركي الإنسانية في أبهى صورها، وهو يرعى التلفزيون المحلي رعاية والدية، فطوال هذه السنين لم يعرف أحمد عركي طريقا ثالثا غير بيته والتلفزيون، فهو أول الحضور وآخر المنصرفين، يعطي بلا مقابل بل يزيد. علاقتنا به واللي امتدت لفترة لا تحصى، من ونحن ولادات صغار في المرحلة الثانوية نجي ننزل من المدرسة نجي ننزل في استوديو التلفزيون، بتحس انك بتتعامل مع زول ما عادي، زول بيجمعوا على الناس بصورة تلقائية، زول بيعتبر نفسه هو البلد، بيعتبر نفسه هو الملجأ، بيعتبر نفسه هو أب للجميع. هو كان الأب والصديق والأخ، يعني كان شايل التلفزيون كله، يعني ما داير أقول جزء، هو كمخرج ومصور ومذيع ومعد، فنسأل له الرحمة والقبول الحسن. فهو فقد عظيم مش بس للتلفزيون، بس للولاية كلها، لأنه أعطاها ما أعطاها. كانت داره العامرة بحي الجمهورية جنوب ديوانا يسع الجميع بالحب والبساطة والكرم الأصيل، فكانت مجمعا لأهل الإعلام والفن والثقافة. في تعاملنا معه، يعني احنا قاعدنا نقول له قاعد تشتغل لنا شغل الدولة، بيجيب الفطور للناس بطريقته الخاصة، لو جاء ياكل حاجة ما لم يحضر الناس كلهم مهما كانت بسيطة ما بيعملها. حتى ديوانه اللي احنا بيننا وبينه بنقول له دي الاستراحة الحكومية، بدأ يشتغل شغل الاستراحة الحكومية في بيته، بعد ما اتقفلت الاستراحة الحكومية أي ضيف يجي بقول لك جيبه دوق لي فلان أمشي ودي الديوان هناك، بيتلقى الديوان ده ليل نهار مليان. مضى الزعيم في صمت بعد أن ملأ الدنيا وشغل الناس، فأحمد عركي هو أبو التصوير الفوتوغرافي بالقضارف، والذي حافظ على إرثه هذا مطورا له، حريصا على أن يظل استوديو عركي باقيا وفي ذات مكانه الذي ألفه الناس. القضارف فقدت أحمد عركي حقيقة، يعني هذا الرجل الذي نجده في استوديو التلفزيون المحلي ويقضي نهاره كله، وتدرب على يديه كثير من المخرجين والمنتجين، وهو جالس هذه الجلسة الطويلة، فكنا نخشاه من فترة أخرى ليد حوله متحلقين الأبناء الذين يعني يعملون معه، ثم أبناؤه تحديدا أولاده تحديدا
وانتشروا على مستوى المدينة يمارسون نفس المهنة بإتقان جيد ومحبب للناس بعباراته الجميلة. رحم الله أحمد عركي رحمة واسعة. ففي هذه السانحة لا بد لنا أن نذكر يعني إنه هذا الرمز وهذا الخرم الشامخ لا بد من ناصر القضالف أن يفوه حقه، وكان رجلا محبا للوفاء. فما حادثة مرت القضالف أو شخص قدم القضالف إلا وسجل له ووثق له، فيأتي دورنا نحن كمجتمع القضالف أن نوثق له أولا، ثم نخلد ذكراه بعمل يليق بمقامه وعطائه الذي قدمه للقضالف. رحيل مر وفراغ كبير خلفه الزعيم، لكنها سنة الله في الكون ولن تجد لسنة الله تبديلا. فارقد بأمان يا أنبل من عرفك. حدت إجراءات التباعد الاجتماعي كثيرا من فرحة العيد، فقد غاب التواصل وتأثرت قطاعات مهمة من المجتمع بهذا التباعد. على سبيل المثال الحصر، الدراميين والفنانين والعازفين الذين كان يمثل لهم العيد موسما للكسب والإبداع، فقد غاب بسبب كورونا. في كل عيد كان هذا المكان يضج بالحركة والناس، برامج وألعاب ومسابقات، يتبارى المبدعون هنا من أجل إسعاد الجمهور. في هذا العيد تغير الحال وتبدل، فالمكان وبخضرته الباهية جافاه الناس والسبب كورونا. شكاتك علام، شكاتك علام، بركت الصلاة لام ولا أكل طعام. شكاتك لام يا كورونا، كم بشتنتينا وكم بهدلتينا وكم وقفت شغلتنا ومشغولياتنا. شكاتك شكوتن، لا تتعطل لا تتبطل، شكاتك علام. هذا هو حال المبدعين من كافة القطاعات، حيث كان العيد مناسبة للإبداع وسانحة لكسب الرزق، فتعطل كل شيء. بنحيي كل الشعب السوداني بمناسبة العيد، والعيد الكورونا غيرته. والله نحن كمسرحيين وكدراميين العدادات وظفت، يعني كنا في العيد بنشتغل في المنتزهات في الحدائق، بنقدم هدايا للأطفال، بنقدم ألعاب، بنقدم أسأل الأطفال بيلاقون في الشارع عم مصطفى ما شغالين، عم مصطفى ما شغالين. طيب انتوا وراكم شايفين الحاصل، غايتوا الكورونا شكيتك عليها. الكورونا دي والله صراحة كده نحن كفنانين وممثلين والله هو الناس خربت علينا، خراب ما بعده خراب، خراب سوق شنو يا أخي؟ رمضان ده ولا عداد، والله ولا عداد كهرباء. الحياة يكفت بقى ما في أي شيء، الوضع دي كلها كاسرة كورونا، شهر ربنا يبعد مننا كورونا. وحتى المطربين غابوا بغياب مناسبات الأعراس وحتى الحفلات الجماهيرية. لم يجد ثنائي جلسات الكوميديا غير الإذاعة المحلية ليبث من خلالها رسائل إرشادية للوقاية من فيروس كورونا، فكانت لهم الملاذ. تسفي قبره تخلي من القدر، في حي السودان ويحي عالم. آمين يا رب العالمين. آمين إن شاء الله كورونا يكسر كورونا برا ما يجينا. وحتى قفشاتهم دارت حول الكورونا، فهي سيد الموقف وساحة. وحتى الضحكة ارتبطت بالكورونا، الفيس الواتساب كله نكات عن الكورونا. حتى واحد بيحكي لصاحبه قال له والله يا فتحي يا أخوي مع الكورونا دي بقينا بس قاعدين فوق البيت، والله تقوم من الصباح تسوي الشاي، القراصة ترمية، تكنس، تشطف الشفع، والله والله مرة الباب دقة بدون ما أشعر،
لبست التوب. أنا واحدة في جيراننا زول مات في الحلة فجات وشايلة فطور وتتونن مع النسوان كيف ما كيف والله بتدي البارح قال إنها كورونا هسه جيت قلت أفطر معاك هنا لا النسوان جردوا كلهم خلوها قاعدة. احنا كمسرحيين برانا انه الشغل وقفت حتى العازفين حتى الفنانين حتى الدكاكين حتى سوق الخضار حتى حاجات كثيره وقفت والسبب الكورونا يعني العيد عيد تولاه والدعوات تحفه بان يعود والناس في امان معافينا ومتعافينا ليعود التواصل وترتسم الفرحه في عيون كل الناس فالقادم احلى الدنيا وعلى السلام.